العالم وده مش المواطن المصري ده العالم. جائزة الجمهور المبدع خالد النبوي. أولا مبروك لكل الزميلات والزملاء الموجودين هنا، ومبروك كمان اللي مش موجودين هنا لأنهم كانوا سبب وجودنا النهارده. وأول حاجة أحب أشكر الجمهور لأن هو سبب وجودي هنا وسبب استمراري لحد النهارده في مهنة أنا بحبها. الجائزة دي أنا بعتبر نفسي استلمها نيابة عن فريق عمل المسلسل. مريم من أول العمال، عمال كل الأقسام، إدارة الإنتاج، المنتجين الأستاذ زكي عبد الحميد، الأستاذ عاطف كامل، الأستاذ المؤلف أمن سلامة، الأستاذ المخرج محمد علي، الأستاذ مدير التصوير الرائع نزار شاكر، وزملائي الممثلين اللي كانوا سبب في ان نديم فخري يظهر كده من اول هيك وهمي لحد اصغر دور. شكرا للمحضرين، شكرا لكم.